لماذا تجسد المسيح؟ يسرنا أن نستضيف إلى برنامج ليكن نور الأخ باسم أندريا. الأخ باسم هو طبيب من مصر وأيضا خادم الإنجيل، بيخدم الرب في مصر في الدول العربية، وهو أيضا خادم متجول في كل أنحاء العالم، وحاليا بزور معنا في الاستوديو. أهلا وسهلا دكتور باسم. أهلا بك يا خادم الرب الحلو الجميل المستخدم أخي نزار شاهين. الرب يباركك. لماذا تجسد المسيح؟ سؤال بسيط لكنه سؤال عميق جدا، فإذا ممكن تحكي لنا شوي. حاضر. الأول بقول إنه لو الله أراد أن يظهر في صورة إنسان فهل يستطيع؟ يعني بخاطب المشاهد وبخاطب عقله، هل يستطيع الله العظيم جدا أن يتجسد أو أن يظهر في صورة إنسان؟ لأن إحنا بنؤمن إنه المسيح هو الله الذي ظهر في صورة إنسان. هل يستطيع إنه قادر على كل شيء؟ فهو يستطيع. الحاجة الثانية، طب عمل كده ليه؟ ده سؤال حضرتك. عمل كده ليه؟ أكيد عمل كده علشان يؤدي مهمة أو مهام عظيمة جدا. يبقى مش بس تجسد يعني أهو كده عشان يعمل شو أو منظر، لكن تجسد لأجل أهداف عظيمة جدا جدا هنقول بعضها في هذه الحلقة.